ايه دوك الشيخ، كاين يعني بعض التلاميذ القدامى يشكي ويقول لك باللي الشيوخ تاع بكري كانوا يعني كان بعض الاساتذه اللي كانوا صعب شويه وكانوا يضربوا التلاميذ. يعني في رايك يعني صدر، ما هو الفرق ما بين هذيك الفتره هذيك اللي كنا حنا نقولوا باللي الاساتذه كانوا يضربوا بزاف ويعاقبوا التلاميذ، يعني وهذه الفتره اللي ولا الاستاذ ممنوع عليه يضرب التلميذ، يعني تحصيل علمي مثلا بيداغوجي، واش رايك؟ يعني الحقيقه احنا ندرسوها من الناحيه البيداغوجيه ولا من ناحيه من الناحيه البيداغوجيه ومن ناحيه يعني الفائده. هو على كل حال في ذاك الوقت الاستاذ كان يفكر كي يدخل القاعه ماذا به التلاميذ كاع يفهموا الدرس وكاع يخرجوا كما يقولوا بنتيجه، وزيد حتى المفتشين كما يقولوا المفتشين كي يجي يزور الاستاذ هذاك ماذا به كما يقولوا يحمروا له وجهه، والتلاميذ كانوا يتجاوبوا مع اللي خبر. احنا كانت النسبه المئويه في هذاك الوقت، كي تدخل دير الدرس نتاعك تلقى على الاقل 8% اللي يتابع التركيز. دروكا كتفونا بقوانين، ممنوع ترفع الصوت تاعك على التلميذ، ممنوع كيما يقولوا حتى تقول له كلام اللي كيما يقولوا يدير القلب وكلش. تحفيزات فيسبوك ما كاين والو دوكا، يعني دوك الاستاذ يعني يدير الدرس واللي فهم ما كان يكتفوا الاستاذ يكتفوا يديه قال له روح ليه، ممنوع تضرب، ممنوع كذا، ممنوع كذا، التلميذ واش يحول؟ ها